عندنا الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله، هدي، أضاحي، عقيقة، صدقات، عبادة، بل هو من أعظم العبادات المالية. فصل لربك وانحر، أي اجعل أعمالك البدنية ومن أعظمها الصلاة، وأعمالك المالية ومن أعظمها الذبح. لمن؟ لله لا لغيره. تمام. إذن هذا الأول، الذبح القسم الأول. يا أخي مكتوب، والله كل شيء مكتوب في الكتاب، لا تكتب. أنا ليس عندي شيء، فقط أتذاكر معكم، أريد تنتبه معي حتى نضبط المعلومات ثم تراجع. طيب الشيخ، اتفقنا؟ ذبح الأول ذبح لله، والثاني الذبح لغير الله محبة وتعظيما، محبة وتعظيما، كالذبح للجن لأصحاب القبور. الثالث ذبح جائز، يذبح حتى يأكل، يذبح. الشيخ إبراهيم عنده محل للجزارة يبيع اللحوم، يصح، لا إشكال. تمام. أيضا التبرك، التبرك طلب البركة. التبرك ينقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع. الممنوع الشرك أصغر وقد يصل الأكبر. كيف نعرف أنه مشروع أو ممنوع؟ المشروع إما أن يكون بأمر شرعي أو بأمر حسي محسوس ملموس. إذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا، ينتقل من مشروع إلى ممنوع. الممنوع الشرك أصغر وقد يصل أكبر، وبالمثال يتضح إن شاء الله تعالى. الشيخ إبراهيم يقرأ القرآن. يا أخي لماذا تقرأ القرآن؟ قال: قراءة القرآن بركة، الحرف الواحد بعشر حسنات إلى 700 ضعف، والتداوي بالقرآن بركة، والتدبر بركة، والعمل بركة. لماذا تصلي في المسجد ولا تصلي في البيت؟ قال: الصلاة في المسجد بركة، والصلاة في المسجد النبوي بركة، والصلاة في المسجد الحرام بركة. صح؟ أي نعم. ويقول: أنا أريد أسكن بإذن الله في المدينة، لأن سكن المدينة بركة. تمام. شرب ماء زمزم ماء مبارك. تمام. كتب الأئمة، كتب الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية، الأئمة الأربعة، ابن القيم، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، رحم الله الجميع، يقول: والله سبحانه وتعالى وضع في هذه المؤلفات بركة، انتفعت الأمة بهذا العلم. تمام. إذا هذا بركة مشروعة، وإذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا، تنتقل من مشروعة إلى ممنوعة، شرك أصغر قد تصل أكبر. بركاتك سيدنا الشيخ، يصح؟ ها؟ بركاتك سيدنا الشيخ، ها؟ وزارتنا البركة أيضا. إيش زارتنا البركة؟ البركة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. تقول: أسأل الله يكتب لك هذه الخطوات ويجعلها مباركة، صحيح، لا إشكال في هذا. أما نتمسح بالأشخاص، يأخذ الغترة ويأخذ الفلينة أو يأخذ الإحرام ويمسح في جدران الكعبة، يصح؟ جاء حجر، حتى الحجر الأسود لا يتمسح به، حجر لا يضر ولا ينفع، نعتقد أنه حجر، لماذا نقبل اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن البركة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعتقد ما كان يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حجر لا يضر ولا ينفع، صح؟ أحد يا أخواننا، أحد لا يغني عن أحد شيئا، لو كان يغني عن أحد شيئا لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. قتل الصحابة عند أحد، صحيح، وشج النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد، جبل يحبنا ونحبه، نعم، لكن لا نتبرك به. تمام. إذن عندنا إما تبرك مشروع بأمر شرعي أو بأمر محسوس ملموس، أو تبرك ممنوع شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لماذا؟ لأن لو ذبحنا في مكان يذبح فيه لغير الله، كثرنا سواد أهل الباطل واغترار الناس بهذا الفعل، صحيح؟ أي نعم. وأنت تكثر سواد من؟ المفروض تكثر سواد أهل السنة، ولا تكثر سواد أهل الباطل. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. يا أخواننا، مهم جدا أننا نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ولا نفترق.
نعم نكون أمة واحدة، رب واحد سبحانه وتعالى، نبي واحد عليه الصلاة والسلام، قبلة واحدة، أمة واحدة، شريعة واحدة. نعم،